على ايقاعات تحيه طيبه اخواني زكرو، غنبارطاجي معكم هاد التجربه هادي، يعني ديال الشوفه ديالي وديال القراءه ديال بعض الكومونتيرات، وهذا بحكم ما يروج في مجموعات مغربيه وليست عربيه يتطاحنون فيما بعضهم، او لا البعض يطحن البعض. علوم هذا سميتو بيت جونز ماي كونستيبل اوف ماشين وورلد، فوالا يعني مفاده هو هذا. نحاول نديرو الترجمه، ماي ايكوري اكتويال دو ماشين توت اشتي تري بون مارشي سور اف بي، يعني فيسبوك ماركت ماركت بليس اي اونترتونو كي ا دي كو جافي ان بروبليم. شكون اللي يقول عندي مشكل؟ يعني قال لي مخديتهم بثمن يعني طايح، ثمن مزيان اون فيت، يعني خدام ثمن مزيان وعجبو الحال، يعني ذكر بانه خدا واحد الثمن مناسب وذكر بلي وقال لهم السؤال شكون يقول عندي مشكل. شوفوا معايا الاجوبه ولا ناتور ديال الاجوبه كيفاش دايره، 30 كومونتير سو كول اي هاف بين ترين انت عم ترجم لكم باش جي اسيي دو تروفي كاجي كلاسيك برو اور يعني برا على فيسبوك ماركت با شير اه اي سي كون انا كوشمار دي اسيي دو تروفي او جو سو سي بون غير جو هو دي ارغيتينغ ما قليل فوالا نيا بيزون بلو رار اي كونتو ميزور سور لي جون ابخي ا داكي بوان اي سون جينيو. شو الاجوبه كيفاش دايره؟ tu veux te séparer d'un kitchenette. Continue. Continue. Je suis sur le point de transformer ma gageure et mon kitchenette en 4 Arduino. Je suis super excité. Je commenterai ce que je dirai. Est-ce que je partagerai? On ne peut pas avoir assez de leviers vintage. Voilà. C'est ma kitchenette. C'est ça. Et fleur. Une dans mon nouvel. فهمتيني عند اللوفي مانيوال وهذه هي الفلاره اللي كتبها في جوجل غتطلع لي برادر اي هاف. شوف 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 الاجوبه كيفاش دايره. شوف غنحاول بالنسبه للناس اللي فهمتيني حنا اوني دي فرانكوفون فهمتيني كنفهموا الانجلي ولكن كاينين الاخوان اللي فرانكوفون 100% وانا كنحاول نترجم. جي لو ميم بروبليم اي جي بلو دو 5 شنو جي سي بي اوكي الجروب موندي اي فوندو كيلكو زان اون ماشين اش اكس جو سي با شنو اش اكس دو سيريوس سي فري اونتيليو. ما قالش لي شي واحد غلى عليك، ما قالوش لي بشحال، ما سولوش عشان ما سولوش ما قالوش لي اه سيدوك اه ولا بشحال اه ولا تبيع ليا، ما كاينش هادشي ما كاينش. هاي وكتب لي نو بروبليم ات او هاي اوكان بروبليم جو بوسي جون 10 هذا راه معروف هذا كيكومونتي بزاف كيك لوك فهمتيني جيمس تو تاتا باسي كو كون فوتر بارتنير دو في فو لو دي. انا ما عرفتش فين هما الكفار، انا والله ما عرفت، انا ما بانوش انا في هذا المس هاد الكومونتيرات ما بانوش هي فين الكفار، والله ما الكومونتير ما فيش شي كومونتير يعني ديال شي كافر، الا كافر يعني ما كيعبدش الله او لا عنده ديانه اخرى، هذيك المساله كتعلق بشخصيه، ولكن الغولاسيونيل ولا لا كومونيكاسيون كيفاش كيدوي مع خوه ولا مع صديق ديالو ولا واحد اكس في هاد المجموعه بار هاد الكومونت يعني هاد لي كومونتير ما بانش هي الكفر فين كاين هنا. الكفر ما بانش ليا، وجه الكفر لم اراه قطا، وجه الكفر لم اراه قطا، ما كاينش وجه الكفر والو، ما كاينش وجه الكفر، ما كاينش. هادو راه نصارى الاخوان او الكفار، هادو راه الكفار، هادو راه الميساجات او الكومونتيرات ديال الكفار. شوفوا معايا الكومونتيرات ديال الكفار كيفاش دايرين. انا اللي بان ليا في جي سيد الخوي كاجي كلاسيك برو اور اسمو باش شخصي هذا شنا فهمتيني نو سيل ماتنو فوندي تو سا اي اشتي اون تري اون تري بيل ماشين. شوف 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 نو بروبليم اتول، يعني جي با يعني اوكان بروبليم. واش هذا في لو ميور كوبا موديفي برادر اي هاف سان بروبليم لي هاف 6 اكتويلمون جون 6 سو كول اون بارسويت يا سي با عرفت. انا ما بانش ليا وجه الكفر فين كاين هنا، ما بانش ليا، علما انهم السميات ديالهم راه ما كاين لا احمد لا محمد لا ابراهيم لا خالد لا احمد لا حتى شي واحد لا حتى شي واحد هنايا لا والو لا عبد الله لا عبد القادر لا اسماعيل ما كاينش هادشي ولا رضا ما كاينش السميات ديال العرب ما كاينش ماتيو ها هو ديبي ماكين توني جايبنز كليرمانت بيت جايدن او كلايتون شي حاجه بحال هكا ستيف ويليام براند ويليس السميات ديالهم تصورهم تصورهم مع 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 سميتو ديالهم يعني لا فامي ديالهم او لا تصور كيبان لك هو كومونتي تصويره عاديه جدا ما داير لا حتى شي ما داير لا فو كومونت ما تي اتاكي ما والو او ليش لا حول الله ولا قوه الا بالله حتى شي هذا هو اللي غيبين لك علاش بنادم تيهاجر برا ولكن اللي ما هاجرش على قبل الفلوس هاجر على قبل لا مونتاليتي هاجر على قبل لا مونتاليتي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وجه الكفر لم اراه بتا والو ما بانش ليه علما ان هناك بعض الشرادم تيسكريني تيدوي على انه الله يهديه الله يتوب عليه زعما راه كذا راه فاعل هذا تيبغي يدير فيها انه هو راجل مزيان هو ما راجل مزيان ما والو هو راه غير بينو بينو حساب واخا هو راه ما دايرش فيه ذاك الاخر ولكن تيبغي يجمع معاه عباد الله باش يشوف السمعه
ديال خوه المسلم، علما انه راه ما دار ليه والو غير ما حاملوش وصرا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سمحوا لي اخوات، راه بقيت كنهز الله ونهبط محتار في امر هاد اليهود. اليهود يتكلمون بهذه الطريقه سبحان الله، والمسلمون يتكلمون بالطريقه اللي راكم كتعرفوها في الكومنتات سبحان الله. هذا الزمان هذا رضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحياتي للجميع، السلام عليكم.